بونجور، اسمي شادي مهنا، من كفر دبيان. من فترة أسسنا أنا مهندس زراعي ودكتور بالبرودكسيون أنيمال، دونك حياتي الحيوانات. صحيح عندي غير وظيفة، بعلم بالجامعة إلى آخره، بس حياتي هون بكفر دبيان. ومن 5 سنين رجعنا قعدنا ديفينيتلي بكفر دبيان، وأرض من جدي لبيي لإلي كانت كروم تفاح، صارت هلا نية كروم وتفاح وحيوانات، وصرنا نربي معزة، نربي غنم، خنازير، دجاج، وبلشنا بشي كتير قليل لناكل لإلنا، لأنه للأسف نعرف إنه بالسوق ما في كتير قصص نظيفة، بقى بلشنا ناكل كاليتي، هلا صرنا شوي عم نوسع على الكوانتيتي لأنه الأصحاب صاروا يدوقوا، صاروا يقولوا لأ لازم تعمل شي أحسن من هيك شوي، تكبر أكتر من هيك شوي. بقى ضمن الوقت والمينز يلي عنا إياها عم نحاول نكبر شوي صغيرة. نحن هلا هون تحت بيتنا دغري، اللي هو كان بيت جدي، بيت بيي، وعطوني إياه. الله يخلي عمار يلي عطونا ويرحم يلي ورته. هيدا أبو كان أبو البقر، وحولناه شوي، تركنا فيه إذا بتشوفوا الستيل بعده مثل ما هو، بعده من مصالي الخشب يلي كانوا، بعده من القناطر، حتى ما بعرف إذا ببينوا هون المطالح يلي كانت البقرة تحف حالها. هودي مراحوا، ضربنا رمل، هيدا مراحوا. هيدا كان المعلف تبع الحصان، جدي كان عنده حصان، بقى هيدا المعلف تركناه مثل ما هو. هاي اللي شايفينها الفخارة، هاي الدكوجة كانوا يحطوا فيها القوارمة، يسموها الدكوجة للقوارمة، كمان بعدنا تركينا. وعملنا شوي هيك فيوجن مع الشيء الجديد، وحطينا ستينلس ستيل تيبل نقدر نشتغل عليها، سينك غاز هوت، هالقصص. وكمان صار لي شانس من 4 سنين أو 5 سنين، هون في هذا الارتيكل فيكم تشوفوه، رحت على فرنسا، اخذت جمعة فرصة عند شاركوتيه، هو شامبيون دوروب بتروا لكل شيء شاركوتري، اندويات، بودان، اتسترا. كان عندي شانس كتير كبير انه اقعد عنده 4 ايام بالاتوليه تبعه، تعلمت منه كتير، وجيت صرت جرب وخبص وقصقص اصابيعي انا وعم بشتغل بهالقصص. بس سوا عم نعمل قصص، اصحابنا عم بيحبوها. بلشت اول محل حطيت فيه هو عند لاناتور انفيل السنه الماضيه بكريسماس ماركت، على كريسماس يعني من سنه على الأد، والعالم حبيت كتير. هلا مثل ما قلت بالاول، وقتي ما كتير عم يسمح لي انه اكون فاضي لهالشيء، هلا بالفاكانس اذا الله راد بنشتغل عليها شوي. في ليميتيشنز هون عندنا شوي بالفارمينج از ا فارم، لانه العلف غالي كتير، ومالوروزمون بالخنزير ما عندنا لي راس يلي هن فريمون مقصلين لا يكون عندنا كرواسانس كتير منيحه. يعني انا كنت اشتغل عليهم بفرنسا 6 شهور بيصير 100 كيلو، يعني البوا دباتاج 6 موا 90 100 كيلو، هون عم ياخذوا اكثر من سنه. ولو انه عم حاول حط لهم العلف المضبوط، يعني العالم بلبنان بتخاف من الخنزير انه الخنزير بياكل شو ما كان، هو بياكل شو ما كان لانه مثلنا بياكل شو ما كان، هو اقرب حيوان لنا باي ذا واي، منه هالحيوان المقرف. اذا بتشوفه بفارم او شيء برا كثير نظيف الخنزير، بس انا ما بطعميه شو ما كان، دونك انا عم بخلط له درا صويا نخالي، وبياكل تفاح وخضره من البستان من عندنا. شوي كاليتي عم تكون كثير منيحه. كمان بشربه المصل لانه كونه عندي معزه وغنم بعمل جبنه، كل المصل يلي بيطلع بيشربوه الخنازير، وهيدي هيك بتعلي الجام، يعني الكاليتي بتزيد اصلا. هيك القصه مثلا بتعرفوها تبع البارميزان والجامبون دو بارم، هي هيك بلشت القصه، انه اجوا الرهبان من زمان كثير بال 1700 1800 بمنطقه بارما، وكان في كلها ماريكاج مستنقعات، جففوها عملوا لها دريناج، صارت كلها بريري، كلها مراعي، صاروا يربوا بقر، صار يطلع عندهم حليب كثير، ما في برادات، بلشوا يعملوا البارميزان. والبارميزان يطلع مصل كثير، صاروا يربوا عليه الخنزير. دونك ليستوار انه جامبون دو بارم هو الخنزير يلي شربان المصل تبع البارميزان. هلا هون نحن جامبون دو كفر دبيان عم بيكون عندنا شربان مصل حليبات عن زيت كفر دبيان. بقى هيك هيدي وصلنا لهون، عم نعمل شاركوتري، هيك قصص موس دو فوا دو بور، عم نعمل جامبون كرو، جامبون كوي وقت اللي في وقت،
شو عم نعمل كمان بعد؟ دي سوسيس، ديفيرنت جام دو سوسيس، وجربوا السنة الماضية عندكم تحت، كانت أول مرة الناس بدقون كانوا عندكم تحت. دونك سوسيس مكسيكان، ميرغيز، كامبرلاند، براتفوست، عندي اخواتي برا بيبعتوا لي السبايسز من برا بنعملهم هون. هيدي قصتنا. بنعمل كمان شويه مربى، شويه دبس تفاح على الحطب، عرق تفاح، شفتوا الكركي كانت برا. هلا هيدي جايه من اسبانيا، من مقاطعه كفردفيان باسبانيا. اذا بدك سكين احسن ستوار بيطلع على ما انا مش عم سميه ايبيريكو، ما بحق لنا يعني. لا ما هو ما فينا، ما بحق لنا. بس عم تطلعوا على هيك شيء بتقولوا مش معقول، اكيد جاي من برا، اكيد جاي من اسبانيا، اكلينه بمطعم كتير مرتب بباريس، دافعين حق الكيلو او حق الفخذ 2000 يورو كان صار في منهم بلبنان. اميزنج amazing texture. هاي this is good news. ملوحة عظيمة. هيدي بعد كتير تجارب. والصعب شوي بالتجارب هون انه هيدا شغلة بدك تنطرها at least 9 أشهر. سو منجرب بعد 9 أشهر منقص، يي طلع مالح، طلع ناشف. ان بلوس كتير بيفرق قياس الهام، يعني هيدا صغير. سو هيدا it would get ايه هو الفخذ. في منهم فيهم بيعملوا من الكتف، بس هو الجامبون، بس نقول جامبون هو الفخذ، ولا هذيك بتكون ايبول. وللاسف اللي بنلاقيه بالسوق نحن، حتى الكوي يعني الجامبون العادي ما راح نسمي ماركات اللي بنجيبه، هو اكثريته اذا العالم بيقروا عليه شوي او بيشوفوا العلبه، العالم بيخطوها مقصوصه بيجيبوا ايه وايتين. اذا بتقروا عليها بورك شولدر، هو منه الهام. الهام هو بس بده يكون من الفخذ. طيب خبرنا شو بلشت اللمعه تبين هون، خبرني شوي قديش اخذ شغل، قديش كان عمره، قديش بيتعتق تيطلع لنا هالفات الحلو. صح. هلا انا ما بقبل، بدك تدويني قبل ما تكمل. يلا يلا يا عم قول شو تريلتو. كفي كفي. انا فيني كفي، فيني اقول هلا هيدا خنزير منه كتير كبير، هيدا بال 70 كيلو. الافضل يكون عندنا خنزير اكبر بالوزن، يطلع لنا جامبون يعني فخذ يكون بال 14 15 كيلو، لانه بده يروح منه من بعد ما نجففه بده يروح منه تقريبا 30%. بيبقى عندنا جامبون بين 9 وال 10 كيلو. اور هيدا الجامبون اقل من هيك، هيدا شيء 5 6 كيلو، لانه كان جامبون شيء 8 كيلو 9 كيلو. سو كنا عم نحكي عن خنزير ريلاتيفمون 70 كيلو، شوي صغير. هلا كيف بنعمله؟ شغلته منا صعب كتير، انا ماني من النوع يعني انه انا بلشت شغلي يعني بخبيه عن العالم، بالعكس هالكوتي فيلغاريزاسيون العالم تتعلم انا ماني ضد. شغلته كتير هينة، إذا بدنا نعمله بالطريقة لا بلو تراديسيونيل بوسيبل، شغلته كتير هينة. يعني منشيل الجامبون، شغلة كتير ضرورية، بقلبه من هون في فين، في عرق ما بيبين، هيدا ضروري نفركه كتير منيح تيكب كل الدم يلي بقلبه قبل ما نحطه ونبلش نشتغل فيه، لأنه إذا دل في دم جوا بده يعفن. دونك هيدا أهم إتاب كتير ناس بينسوها. سو منشيل الفخذ ومننقعه بملح خشن. يعني جاط مثل هالجوط اللي عندنا هون، نعبيه ملح من تحت خشن، بنحط الجامبون مالت القصة لتحت ومنغطيه. هلا قبل ما نغطيه بقى نفركه منيح بالملح، نفركه كتير منيح للملح يفوت لجوا. وكتير نشدد على مطارح القصة، يعني مطارح اللي فيه دهن صفا محمي، بس هيدي المنطقة هي منطقة كتير خطرة اذا بدنا نعمله. وبنحسب تقريبا لكل كيلو جامبون بدنا او بين يومين وثلاث ايام بالملح. يعني اذا الجامبون تقلو 10 كيلو بدنا بين 20 و30 يوم بالملح الخشن. بنكون حاطينه بالبراد يعني بحراره واطيه. اوكي سو وانس عملنا هيك بعد هال 20 يوم 30 يوم بنشيله، وما يخافوا العالم يغسلوه. انا باول تجارب عندي اول 2 3 يعني ننطر سنه طلعوا مالحين كتير، لانه انا مش معقول حدا بيغسل اللحمه، ما بدي اغسل اللحمه، بس امسح الملح عنا بيطلع مالح كتير. لازم نغسله وننقعه 3-4 ساعات بالمي لفريمون الملح الزايد يروح. ما يخو الملح اللي اخذته اللحمه ما بيظهر بقى، بس كل الملح اللي زايد لازم نشيله، خاصه الملح اللي يعني بلبنان، يعني الملح الخشن كتير بملح. بفرنسا عندهم سيل دو غيراند وهو ملحهم اخف، سو بيقدروا يسمحوا لحالهم يخلوه اكثر. من بعد ما نغسله كتير منيح بننشفه بشقفه منيح 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 منيح، وبنرجع ندهنه بهارات.
هلا البهارات كل واحد عنده خلطته، بس الباز الاساسيه لازم تنحط هو البهار الحلو، لانه البهار عنده بوفوار سيكاتريزان، هو بيخلي الجروحه تختم وما تهتري. حلو، ضروري يكون في بخلطتنا، فينا نحط زعتر، فينا نحط شو ما بدنا، بس الاساس هو بهار الحلو. نحط بهار ندهنه كتير منيح كله 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 ومنعلقه، وبده يكون بالنا طويل منحوس شهر شهرين او سنه اكثر اكثر اكثر. عم نحكي من 6 اشهر وطلوع اذا قياس صغير، من 9 اشهر وطلوع اذا قياس كبير. شو ما عتقناه شو ما زادت النكهه فيه، بس ممكن تزيد الملوحه شوي لمحل مسقع او براد افضل. لا مش براد، محل مسقع مثل ما نحن هون بيكون كتير منيح. وانا اللي بعمله انه اول فتره بكون مغلفه بكيس اللبنه او تبع التكايه، وجه التكايه بنغلفه فيه منشان قبل ما يكون، لانه لقط منيح من برا ما تجي دبانه ما يجي شيء عليه. بس يمروا شهرين خلاص نتركه على الارلي، بخليه يتهوى ونطول بالنا. يوم اذا حدا بده يطلب من هولي خالصين عندك منهم؟ هلا ما عادش عندي كثير، لانه ما كنا عاملين كفايه، قلت لك اتس لونج بروسس، بقى قصينا شوي. بقي هيدا هلا اللي نحن وياكم عم نفش خلقنا فيه، عم ندوق عنكم. هدول لا، بعد بدهم شوي وقت، بعد بدهم شي شهرين تقريبا. هلا عندي 2 عم حضرون للسنه الجايه، يعني بعدنا ديبي عم نبلش قد ما وقتنا بيسمح لنا، بس لهلا مبسوطين بالنتيجه. يعني انتم شهدتكم حلو، حلو عن جد حلو. قربوا شوي خلينا نتفرج شوي على التفاصيل. اول شيء ناشف مزبوط، لونه حلو هيك رينبو كولر، ببلش من غامق لافتح، من افتح لغامق، قصته حلوه. هلا بدها سكين، هي مش بس بدها سكين، بدها البورتوار يكون ادابتي لها اكثر. قصته حلوه، لازم تكون قصته كتير صغيره، فيكم تشتغلوا على الـ على الـ على السلايسر يعني اذا بدكم. اذا بدنا نشتغل على السلايسر نسيت اقول لك سوري، انه لازم نشيل العظمه قبل. أكيد. يعني على عمر شهرين، بس يكون له شهرين بعد شوي طريه، بنشيل العظمه وبنرجع بنشده. هون انا كلهم بعضهم بي يعني جامو الوس. هي حلوه الفكره طبعا، انه واحد بيكون قاعد اصحابه 6 7 10 بنص الطاوله، قصه كول وشرب، قصه كول وشرب، والقعده حلوه. يعني تعرفنا على بعضنا مزبوط مثل ما انت قلت بالماركت، بوقتها كان بلش كوفيد سوسج وانت اكلتها بوقتها وضاعت. اليوم نرجع هيك اريير، نرجع نركز الناس، بدكم سوسيس سوسج، في مش هوتوك، مرجاز، كامبرلاند، براتفوست، مكسيكان، ايطاليان، كل شيء كنا نسمع هيدا اللي بنجيبه من اوروبا صار موجود، صار موجود بلبنان. وبنفتخر انه الخنزير الكفر دبياني صح، على علو 1200 1300 متر، 1300 الفيرم، والبيت على 1300، عم بيتغذى من الضيعة، من الضيعة، من الضيعة، وعم يتصنع كله هون بالضيعة. شغلة هيك بنحب نضوي عليها شوي صغيرة، انه ما بدي اقول شو في بالسوق، بس انه اللحامين اذا بتعرفون اللي بيعملوا مقانق وبيعملوا سجق، 50% دهن و 50% لحمة. نحن هون ماكسيموم على 30% دهن 70% لحمه، يعني انت ما بتاكل وطعم الناس. اكزاكت، انا هودي للبيت بشوفون البرادات، فريزر بيت، براد بيت، اللي كانوا يبقوا عن كانوا. وين الناس فيها تشتغل هذاك هلا؟ اكثر شيء في عند نيتشر، عند نيتشر اكثر شيء، وفي نمره التليفون بده يتصلوا يوصونا، لانه ما عندنا دائما برودوي، لانه قلت لك راس السنه. هلا راس السنه هو الوقت، يعني راس السنه هو الفواجرا، راس السنه هو اللحمه، نوال بكره، فلحقوا حالكم. رقم التليفون 03 257 942، او 03 456 7 94، هيدا رقم مرتي، و 456 7 94 هو رقمي انا. لفيرم شداد @gmail.com صح، لان المنطقه مطرح منا الفيرم اسمها مرح شداد، سمينا الفيرم لفيرم شداد. بيوتيفول. بالصيفية بيكون عنا، بالربيع بيصير عنا شمندور، بيصير عنا أجبان، معزة كله، وقلنا دايما عنا شاركوتري، بس دو بريفيرانس انه العالم متوصي، لأنه مش دايما ما عنا الفاسيليتيز انه يكون عنا كميات دايما موجودة. بيرفكت. بدكم ندوق الباتي؟ ايه ما عبالي مخفف هالفترة. ايه هي عن نوال كنا مخفف. خبرنا شو عن الباتي. اول شيء باتي لونه غامق. لونه غامق لسبب بسيط، انه بستعمل معهم بقدونس. اها، سو البقدونس هو يلي بيغمق له لون، ما تكتر كثير خبز لتستطعم بالباتي. شو المكونات؟ خبرنا عن الباتي. او فات هيدي منه، اذا بدنا نحكي لو تيرم كولينير، هيدا منه باتي، هيدي سيتون موس. اوكي، موس دو فوا. موس دو فوا اي. الموس دو فوا هي كنايه عن القصبه تبع الخنزير مع زبده مع حليب مع بهارات، خلطة بهارات شوي سبيسيال، بيض،
الصفار لوحده، البياض لوحده، تتعمل هالموس يعني اون با لو بلان، نضرب البياض يصير موس، واخر شيء بنخلطه مع الخلطه، وهذا بيتسكر المرتبان وبنعمل له ستيريليزاسيون 3 ساعات بستيريليزاتور. يعني السودا اللي احنا بنعرفها السودا عصبه معموله موس كريم مجمده، رجعت صح مجمده على الطبخ، طعمتها كتير طيبه. ايه طعمه طيبه اللون. هلا مثلا عملت فوش ثاني طالع افتح من هيك شوي لانه خففت البقدونس، شويه موتارد، ايه كبيس، كورنيشون، خبزه باجيت محمصه. صح لان احنا هون ماشيين بالمرقوق تنعمل اسبري بعد ضيعه ضيعه يعني عم نشتغل مرقوق، لازم ندوق الصابه. انجوي غرامة اقعد بالجبل وعيش بالجبل، بس واحد يغسل ايديه بمي بجلده هالشي مش عم بقدر اتعود عليه. فيكن تحضروه بالماركت سوبرمتنا بميشن نيتشر بروسلز يوروب، كنا ب موس. يس بموس كان روعه، بودان بلون ون اوف ماي فيفرت، مرغاز بيوتيفل فرنش كواليتي، سوسيس مكسيكان فول البهارات اكيد غير شكل، عم تشوفوا كواليتي اللحمه وكميه اللحمه اللي موجوده، سوسيس كامبرلاند يعني اخذنا عم بيسفر حول العالم نحن قاعدين هون، ايطاليان سوسيجز سوسيس ايطاليان، الباز كلها زيتها 30% دهن ماكسيموم 70% لحمه، والبهارات بعدين بتتغير. البودان اكيد غير شيء، البودان لانه بنحط له كثير حليب، بنحط له هدول مثلا هذا الفوش عامل فيه حطيت له بورتشيني بجيبوا معي من كنت بإيطاليا جبتهم معي، الفوج اللي قبله خلصوا مبارح كان فيهم ترافل صوص كمان nice. كان فيهم تروف دونك هاودي هيك اسبري دو فيت لانويل من هيك بيفتح القلب عن جد بيفتح القلب يعني اللي ما كنا دايما بس كلها ناس كتير عم تحكي بالوضع الاقتصادي الوضع العام ليك شو صار فينا، انا ما بشوف فيه الا منيح، البارتي المنيح هي اللي خلتنا نفكر exactly. خلتنا نكسر راسنا، خلتنا نخترع، خلتنا نعمل. قبل كانت for the export. مظبوط، قبل كان شريته ولا تربيته جيب من برا ولا هالشغلة. إيه؟ إيه؟ هلأ عم نشتغل، فيلا هلأ وقت العيد إذا بدكم تفتحوا ستريت فود، محل تعملوا ساسجز للناس، إذا في فارمرز ماركت، كريسمس ماركت، حيالة ماركت، هولي أفكار بتعرفوا أنه عم تشتغلوا بكواليتي هاي أند بيوتيفل، برافو. بس تنغير شوي الفكرة اللي عندهم إياها الناس عن الخنزير، الخنزير منه مجوي أبداً أبداً، الخنزير منه مجوي لأنه الخنزير هو أقرب حيوان لنا، غير حيوانات مشبيين اكثر لانه بيناموا على الجي تبعهم. الخنزير اذا بتشوفوه خنزير بالقفص تبعه او بالزريبه تبعه عنده زاويه بيعمل فيها حاجاته الطبيعيه، وكل البقبه بدلها نظيفه وبياكل بمطرح واحد يعني، وهو من الناحيه الاناتوميك والفيزيولوجيك اقرب حيوان لنا نحن كبني ادم، ويمكن من هيك الريحه تبعه بتطلع شوي مقرفه لانه بدنا نشبه لانه نحن اذا ما كنا عم نتحمم كل يوم الى اخره كمان ممكن تطلع الريحه، بس انه هو كثير نظيف. كنت عم بقول انه هو كثير قريب علينا لانه وقت كانوا يعملوا عمليات القلب غيروا صمامات، الصمام كانوا يحطوه صمام من قلب خنزير، الخيطان تبع التقطيب يلي كانوا من زمان اول ما بلشوا يقطبوا جروحها هي بتجي من مصران الخنزير، الاناتومي تبع الراس تبع الفك كلهم هدول كثير كثير قراب، يعني الحكمة بيعرفوا انه قبل ما يبلشوا يتمرنوا على انسان بيمرنون على حيوانات، والاقرب هو الخنزير، ولهالسبب انا ماني كثير مع فكره انه الخنزير مجوي، بالعكس الخنزير حيوان كثير نظيف، بنقول عنه انه هي لحمته كثير مدهنه او فيت، لا هي فيها دهن بس اكثريته جرادو كوفرتور، يعني فينا نشيله هالدهن كله ونقدر ناكل لحمه ما فيها كثير دهن، فانا بشجع كثير الناس ياكلوا لحم خنزير. بالفيرم في عندنا معزه، عندنا معزه سانن يلي هن البيض يلي هو المعزه السويسري، عندنا معزه البين هيدي يلي بني وفيها زيح اسود هي المعزه الفرنسويه، وعندنا شامي هيدي السوداء، وعندنا قبرصي سو هيك ميلانج مشكلين. هول اللي عم تشوفون هون هادي كلهم الفميل الأناتا، هلا كلهم مجوزين سو هلا وقف الحليب ما عنا حليب بقى، منجوزهم نحن بآخر سبتمبر أول أكتوبر، بيخلفوا بآخر فيفريه أوائل مارس.
شو بنتعلم عن الخنزير؟ عن الخنزير اول شيء الخنزير حيوان كثير 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 مهم من ناحيه انتاج اللحمه، لانه اصلا بلبنان ما بناخذ منه الا لحمه، الجلد تبعه بينكب للاسف، مع انه هو الجلد تبعه فيه نعمل فيه كثير اشياء، في كثير ثياب شوسير بينعملوا من جلده. ولازم نعرف شغله، انه اذا بدي اعمل كومباريزون بين الغنم والمعزه والخنزير، الغنم بخلف مره يمكن مره ثانيه اذا لحقنا بالسنه، والمعزه ذات الشيء بتجيب واحد او اثنين، واحد او اثنين. الخنزيره بتخلف مرتين فيرجول دو بالسنه، فيها تجيب 10 12 كل بطن. يعني نشوف الاشال بالانتاجيه، يعني الخنزير بطعم العالم، يعني بغض النظر عن غير امور، ولكن الخنزير هو حيوان كثير منتج وبياكل كل التفاح اللي على الارض، كل هالتفاح اللي شفتوه عنا، لانه يعني السنه ما رشينا، وقع كثير تفاح انعقص، صار في اجى عليه الفروت فلاي، ما استعملناه. يعني اذا حدا عنده شافة ارض وما قدر يبيع تفاحاته او وقع منهم كثير، حيلا مش بس تفاح، فيك تطلع من كل من كل وحده 24 بالسنه، صح، فيها لحم كثير، لحمته طيبه عكس ما الناس بتفكر، وبتتصنع كثير، بتتصنع وبتضاين، منا فاتي، بس الفات برا مزبوط، فيك هيك الفات ابيض، صح، ما بنشيلها، ما بدها شيء اكزاكت، اللي جوا هبره. هلا مهم نشتغل صح، اكزاكت، بدنا نشتغل صح، يعني بدنا نطعمه اكل نظيف، يعني هو الخنزير بياكل كل شيء، شو ما بنحط له بياكل كل شيء، هو يعني مع الاومنيفور، يعني مثلنا، يعني بياكل لحمه، بياكل حبوب، بياكل خضره، بياكل فواكه، بياكل خبز، بياكل كل شيء، بس نحن ما لازم نطعميه كل شيء، لازم نطعميه شيء نظيف، فيجيتيريان، فيجيتيريان خضره نظيف، يعني exactly. ضمير 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 الخنزير بدكم تشتروه من عند حدا بيشتغل بضمير، بدكم تشتغلوا مع حدا بياكل من 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 لحمته، بدكم تشتغلوا مع حدا بتوثقوا فيه، صح 100%، عارفين شو عم بيطعم الخنزير تبعه، سو هاي شغله اساسيه. هلا كمان بالتربيه بصير فينا نفوت بقصص نحسن شوي زياده، لازم نعرف كمان شغله، صحيح انه الخنزير هو نظيف وبيعمل زاويه يعمل فيها بيبي وكاكا، وتاني مالي بتضل نظيفه، بس اذا نحن كنا عم نربي شوي انتنسيف، يعني مربيين كثير خنازير بكاج معينه، يعني رح يصيروا فوق بعضهم، وبالنتيجه اذا ما عم ننظف منيح رح يصيروا ان كونتاكت بالوسخ تبعهم. والخنزير كونه في عنده هالكوش الدهن، الدهن بيشرب شيء اللي هو عن كونتاكت فيه، اذا كان عن كونتاكت ب ماتير فيكال مثلا او شيء، هل ماتير فيكال يعني الكاكا تبعهم بفوت وبفوت على قلب الدهن، وممكن ياثر على نوعيه اللحمه وطعمتها، لهيك ضروري نحن نحط الخنازير على شيء عالي تينزل كل الوسخ تبعهم تحتهم وما يكونوا عن كونتاكت معه. يعني في شيء بنسميه كايبوتي، في يكون بلاستيك، في يكون بيتون، في يكون شو بدنا فيها نعمله، وهي شغله كثير منيحه اذا فينا نعملها كمان لغير حيوانات، يعني المعزيات انا فوق كمان حطيت لهم كايبوتي خشب، لا ما يكونوا ان كونتاكت، خاصه بالشتويه نحن هون عندنا 1300 متر بتصير الدنيا كلها ثلج، سو ما فينا نظهرهم لبرا، ما فينا نضل ننظف تحتهم، سو حطيت لهم هذا الكايبوتي، كل الجايه تبعهم تنزل تحتهم تتجمع 3 اشهر 4 اشهر، بيتخمر السويد واللي هو لازم يتخمر قبل ما نفرشه، ونرجع منشيلهم ومنظهرهم ومنشيلهم. بالخنزير شغلة كتير مهمة هاي، لازم نعرف انه الخنزير مثلنا نحنا بيعمل بيبي كتير، دونك السويد تبعه بيطلع شوي ليكيد بسموه ليزيه مش فيميه مثل المعزة، ولا لانه هو مونو غاستريك مثلنا، عنده معدة وحدة، سو ما بيقدر ينظف مثل ما المعزة والغنم والبقر بينظفوا، هذيك بيجتروا الاكل، يعني بياكلوه مرتين اذا بدهم بيقدروا يحسنوا نوعية السويد، سو ريحته شوي اقوى من ريحة السويد تبع البقوي، بس فيه أزوت كتير منيح، دونك كتير بنستعمله للخضرة، شغلة كتير منيحة للسريال، زرعين قمح، شعير إلى آخره. أنا اللي بعمله هون عندي إنه هلا مثلا قبل الشتوية بفلش هالسويد كله، منضخه مجمعينه نحن بجورة، منضخه بترمبل لأن فيه ليكيد كتير، نرجع بنفلح وبزرع شعير وباقية بين التفاح بفرخه، بالربيع بقصهم وصير فينا نطعميهم للحيوانات. سو عم نحاول نخفف شوي كلفة الانتاج، وان بلس وقت بتزرع باقية، باقية هي بتلقط الازوت من الجو بتنزله على الارض، بتكون عم تعمل يعني حط كيماوي طبيعية اذا بدنا للارض، للتفاحات، للدرقات، للشجرات، شغلة كتير منيحة. بعتقد حضرنا هلا صف، ايه شوي هيدا هيدا الصف بكلف كتير، هيدا الصف على جوجل ما كنتوا لقيتوه، هيدا الصف حضرناه سوا مع بعضنا وتعلمنا كتير، وبعتقد غيرنا كتير افكار كان حناس عندها اياها. انا بشكرك، وبالاخر في
شيء كتير حلو، حسينا بالثقة، حسينا بالشغف، حسينا بانه اللي عم بشتغل لاني بحب، مش عم بشتغل لانه خبروني. اكيد. فثانك يو، وان شاء الله يصير موضة اكثر واكثر واكثر بلبنان ان شاء الله، ورجوع على الطبيعه، رجوع على الاساس، رجوع على الارض، يلي عم نشوفه وعم نحسه اكثر، وهذا شغله كثير مهمه.